يشغل مراته لو هي غلطانه، وزي ما بيقولوا اكسر للبنت ضلع يطلع لها 24. اه طبعا انا شايفاه موضوع عادي ان هو يضرب مراته، ايه المشكله؟ طبيعي جدا، اكيد عملت حاجه مستفزه هو من حقه يضربه. هو احنا كده ما بنجيش غير بالضرب، هنعمل ايه طيب؟ اه موافقه. اه طبعا هتستاهل، اكيد لازم حد يكسر دماغها، احنا كستات لازم تكسر دماغنا عشان نسمع الكلام. اكيد في طريقه تانيه غير كده؟ لازم يضربها عشان احنا اكيد بنحب نتضرب وبنحب نتشت وبنحب نتهزق. كتر خيرهم ان هم بيضربوا مراتاتهم بصراحه يعني. والله هي تنضرب اذا ما سمعتش الكلام بتاعه. من حقه ان هو يضربها لان ممكن تكون هي بتيجي بالضرب او بتيجي بالاهانه. وايه المشكله يعني لما يضرب مراته؟ يعني تستاهل 60 جزمه على دماغها. طبعا مفيش مشكله ان انا اضربها طول ما هي مش سامعه الكلام. الراجل اللي يكون مثلا بيضرب مراته اكيد هي معذباه ومطلعه عينه عشان كده بيضربها. لازم يضربها عشان الستات بيستاهلوا الضرب. في ستات تستاهل الضرب، فمن رايي لا عادي يضربها يعني.